السلام عليكم، معكم بيت فلو طنجة 24. مرحبا بأي سؤال. جديد بيت فلو حاليا كاين يعني ثلاثة لي بروجي باقي ما اخترتش بيناتهم، المهم إن شاء الله غادي تكون شي حاجة حتى نتوما غتكونوا من المعلومين إن شاء الله. المقاطعة أخي واحد الحاجة تعملت في المغرب مزيانة وكنتمنى وتستمر، ولكن تكون بواحد الطريقة إيجابية ما يكون لا صداع لا تهرس. الناس كتهضر على الحقوق ديالها وحنايا مديك الناس أخي. شحال نقول لك، يعني اي فنان كيطيح في واحد كيكون ماشي في طريقه كيطيح في واحد الحفره راه خصو بنادم ما يكمل ما يفشلش يكمل، ونورمال يعني الله يسهل الجميع. وهذا هو الرد ديالي الجمهور. الحلم ديالنا هو تبقى واحد العلاقه طيبه مع الجمهور، واخا يعني انسان غيجي واحد الوقت راه بنادم غيكبر وغيسالي من الموسيقى كنربحوا، ما هادشي هذا غير الجمهور والحب ديال الجمهور هادشي اللي كاين. كتمشي عليك هاد الموضوع هذا باقي ما تعمقتش فيه مزيان لان باقي طري، باقي الله دخلو الفران، انما ان شاء الله كنتمناو حتى هما عاود يشوفوا معاهم اخي هادشي اللي كاين. الدراري ديالنا تبارك الله عليكم، سمحوا لي بزاف كنغيب عليكم على حساب شي ظروف شخصيه، ان شاء الله غادي نرجع وارجع اكثر من الاول ان شاء الله. شكرا طنجة 24، السلام عليكم. الجائزة لبيت فلو كتير. Knocked me down.